هي الحين احنا نتكلم داخل الملعب، احنا نتكلم داخل الملعب، هل وجود كريستيانو رونالدو سيضع الحافز للاعبين النصر لتقديم المباراة كاملة، او سيضع البرود اللامسؤولية، احنا فايزين وش راح نسوي، ويتفاجئون داخل الملعب انه في فريق امامهم مقفل راكن الباص ومركز ويلعب على الهجمات المرتدة وعلى التفاصيل في الركنيات ما يخليك تتنفس وانت جالس تلعب ببرود. هي الميزة انك انت فريق بطل. بالتأكيد انا بالنسبة لي ترى هذا شيء فني، يعني ان غياب نادي النصر غاب العمود الفقري في الفريق، لما نتكلم على اوسبينا امامه الان التداولات الاعلامية الفارو وجوستافو، الخط هذا اللي الهجمه لازم تبدا من عنده، راح يجي حارس مدري من هو، اعتقد العقيدي، يمكن يجي بداله مادو، بيجي يمكن علي الحسن كقراءتي تقريبا، هل بيقومون بنفس الادوار هذه او لا؟ هل الرتم بيتغير؟ هل بنشوف مثلا عبد الرحمن غريب داخل فصل في التشكيله؟ فالمباراه هذه زي ما قلت انت هي وجود كريستيانو اللي راح مو الدوري السعودي فقط، بالتاكيد العالم كله راح يتفرج عليه، ولكن يجب ان يجي عنده زملاء يكونون ساندين له. ولكن اللي طمن المشجع النصراوي ان هذا الفريق بطل، انه غارسيا سوى للفريق هويه شخصيه، ثبات في المستوى. في السابق ممكن نادي النصر تلاقيه زي ما تكلمنا احنا عن بيب لما تكلم عن الحافز وتكلم عن الشعله داخل اللاعب والرغبه، هذه الفرق اللي متى يا ابو علي تلاقيها مثلا في مباراه تبدع شيء داخلي، لما تقابل مثلا نصر، لما تقابل الهلال، وفجاه المباراه القادمه تلقى مع فريق اقل لا تخسر. هذه الفرق هذه اللي عندها ما عندها الرغبه، كانت ذلك متذبذبه. احنا بنشوف الاتفاق هذه، هل النصر تخلى عنها في الجولات اللي راحت؟ الاتفاق نفس الحكاية، احنا شفناها في مباراة أبها أعتقد اللي كان فيها في أوج حماسة، هل بيستمر؟ مع أنه طبعا بالتأكيد ضربة ستليتي يعني مش كويسة له، سنوسي هاوساوي برضه مصاب عنده برضه مش كويسة له، ولكن بالتأكيد الطاقم اللي موجود عنده دفاعي بحت 100%، احنا نعرف باتريس أنه دفاعي 100%، نعرف في تيونوزار يقدم مباريات كويسة، كويسون برضه لاعب منتخب السويد يعني لاعب كبير، تكلم على المحور التركي. انت بتشوف في المباراه بصراحه معنويا الان قبل المباراه واضح ان النصر راح يقدم مباراه كبيره، ولكن داخل الملعب كره القدم لا تعترف بالاوراق ولا تعترف حتى بالمنطق، اللي يخدمها هو اللي يفوز فيها. بالتاكيد بنشوف اثر وتاثير كريستيانو على زملائه، وهل زملائه راح يساعدونه ام لا؟